تمام؟ يعني في اخر الامتحان في الميد تيرم في الاخر هتلاقي الجدول اللي بيحول من كارتيزيان لسلندريك او من كارتيزيان لسفيريكال، بس ده لو ايه فيكتور، انما انت في حاجات تانية في معادلات تانية ما انت بتروح تجيب مثلا تحول نقطه، تمام؟ الكلام العادي اللي هي مثلا انت عايز تجيب حاجه يبقى واي ساين ثيتا او واي كوساين ثيتا اللي بتحول نقطه، ده عادي، ده انت عارف خلاص عرفته. ده كده شابتر واحد. احنا المفروض في الميد تيرم عشان بس ما تقلش على الناس، هو شابتر واحد وهيبقى شابتر اثنين. تاني زي ما قلنا في السيركل انت مش هتخش تلاقي حاجات غريبه، يعني شابتر واحد هتلاقي مسائل عاديه، تحويل النقط عاديه، تحويل فيكتورز عاديه، دوت برودكت، كروس برودكت، اثبت ان الحاجتين دول متعامدين على بعض، هات لي ضرب كروس برودكت لحاجتين، هات لي ضرب دوت برودكت لحاجتين، هات لي الزاويه ما بين متجهين، الكلام العادي، تمام؟ يعني مش هتخش تلاقي اختراعات بمعنى اصح. شابتر اثنين عشان احنا بس يعني الدنيا مطول شويه، انا عارف دكتور اشرف المره اللي فاتت دخل شابتر اثنين، تمام؟ فانا هعمل ايه؟ انا برضو النهارده هبتدي اراجع تاني على شابتر اثنين من الاول، تمام؟ والمره الجايه هنكمل شابتر اثنين. عارف ان المره الجايه هتبقى يوم الاربعاء، يعني هيبقى باقي على الاسبوع الميد ترم حاجه بسيطه، بس المحاضره مش هتبقى حاجه كبيره، تمام؟ الميد ترم الاسبوع اللي بعد الجاي، ما انا عارف والله، عارف والله، ما انا عشان بس احنا اتاخرنا بس في الحته دي، يعني انا كنت ممكن النهارده اكمل على شابتر اثنين واخلصه، بس انا حبيت قلت ايه، لا خلاص يعني نعيد تاني الكلام، ممكن تكون في ناس ما حضرتش المره اللي فاتت ولا حاجه، فاعيد تاني الايه؟ الكلام بتاع الشابتر ده ونكمل يوم الاربعاء الجاي، تمام؟ هيبقى لغايه يوم الاربعاء الجاي. بص لا 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 ام سي كيو حضرتك، لا 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 ام سي كيو، هنقعد نجيب ريتن بقى ونعمل فلا يعني هو ام سي كيو، تمام؟ المحاضره الجايه اصلا يا جماعه الناس عايز، بس انا عايز اقول الحته دي عشان الناس تطمن، المحاضره الجايه اغلبيتها فيها اثباتات، اللي هو ايه؟ يعني انا بقول لك ام سي كيو، فانا مش هجيب لك اثبات، بس هجيب لك حاجه اللي هو ايه؟ انا عايز بس تفهم انا عملت ايه؟ وفي الاخر هيبقى المهم بالنسبه لك القانون اللي هطلعه اللي حضرتك بتستعمله في ايه؟ في مسائل. والمسائل اوريدي اللي احنا بتكلم فيها دلوقتي دي، في حاجات اجزاء منها هتتقلب، المفروض تتقلب الاسبوع ده في السكشن، والاسبوع الجاي هتلاقيه كمل عليها، فانا قصدي ممكن قبل ما تخش المحاضره اصلا هتلاقي في بعض ايه؟ المسائل زي اللي جايه في الميد ترم التوقيت يوم الاحد او الاثنين حسب انت السكشن بتاعك انت. تمام؟ فالناس ما تقلقش من الحته دي. تعالى بقى نتكلم النهارده في عشان ما نطولش عشان التاخير اللي حصل دوت. النهارده هنتكلم على شابتر 2 اللي هو ستاتيك الكتريك فيلد. ايه الكلام دوت؟ بص يا جماعه، كان في حد اسمه كولوم، ده عمل قانون، كان وصل لقانون كان 1890 تقريبا. القانون ده بيقول لك ايه حضرتك؟ واحده واحده من الاول خالص بقى، لو انت عندك شحنتين كهربائيتين، عندك شحنه اسمها كيو 1 في مكان معين، ده اللي هو الواي والاكس والواي والزد، عندك شحنه اسمها كيو 1 وعندك شحنه اسمها كيو 2. كيو 1 بعيد عن الاوريجين، الفيكتور اللي رابط ما بين الاوريجين بالنقطه كيو 1 بنسميه ار 1 وده ار 2. كولوم ده قال لك ايه؟ بيقول لك كده حتى حاجه منطقيه، لو عندك شحنتين الشحنه الاولانيه هتحاول تاثر بقوه على الشحنه الثانيه، يعني ايه من الاخر؟ الشحنتين دلوقتي لو اتنين موجبين، الشحنه دي هتحاول ايه اللي يحصل؟ تجذب دي ليها. طب لو الشحنه دي موجبه، معلش لو دي موجبه ودي سالبه، دي هتحاول تجذب دي ليها، كان الشحنه دي كان الشحنه الاولانيه بتحاول تعمل قوه تجيب الشحنه الثانيه اتجاهها. طب لو الشحنتين موجبتين، كان الشحنه الاولانيه اهي بتحاول تخلي الشحنه الثانيه ايه؟ تبعد عنها. يبقى في قوه اسمها اف 2. ايه اف 2 دي؟ دي اف 2 قوه ناتجه عن كيو 1 ومأثره على كيو 2، بتحاول تبعد كيو 2 عن كيو 1. انما لو دي موجبه ودي سالبه كنت هتلاقي اف 2 دي كده، اف 2 دي يا جماعه القوه الناتجه على كيو 2، بس مين اللي عملها؟ كيو 1. وده منطقي، ان انت عندك شحنتين لو الاثنين عكس بعض في الاشاره يبقى كان واحده بتحاول تشد دي كده، كان دي بتتعرض لايه؟ لقوه، سواء كده او كده. القوه دي ناتجه عن ايه؟ عن الشحنه دي، هي اللي بتحاول تشدها ليها او تبعدها عنها. تمام؟ انا بحاول اقول الكلام ستيب باي ستيب، لان لسه بعد كده هنخش في حته ثانيه في الشابتر ده اللي هو المجال الكهرباء، هيوضح الكلام اللي هو اكتر، بس دلوقتي كبدايه تبقى فاهم ان في شحنتين، شحنه كيو 1 وشحنه كيو 2. لو الشحنتين حسب اشاراتهم ما في تنافر او تجاذب، فانت معنى كده ان الشحنه كيو 2 دي خلينا على كيو 2، في قوه بتاثر عليها اف 2 سواء كده او كده.
مين المسبب لاف 2 ده؟ كيو 1. تمام؟ تحاول تشد الشحنه دي لهنا او لهنا. ونفس الكلام في شحنه، في قوه ثانيه بتاثر على كيو 1 نتيجه كيو 2. القوه دي قد القوه دي بس عكس الاشاره. يعني ايه؟ لو انت عندك شحنتين هم، لو هم الاثنين موجبتين يبقى كيو 2 عندها قوه بتبعدها، وكيو 1 برضه عندها قوه. اللي بيحصل؟ بتبعدها. طب لو دي موجبه ودي سالبه يبقى اف 2 بتجيبها كده، وفي الناحيه الثانيه بعكس اف 1 بتجيب الثانيه كده. فهم الاثنين لو لقيت في اي مساله قلت لك هات لي القوه اللي على كيو 2 هتحسبها. طب قلت لك هات لي القوه اللي على كيو 1 كماجنتيود هي نفس القيمه بس كايه؟ كاشاره هتبقى مختلفه، حط اشاره سالب. تمام؟ تمام. يبقى بنعيد تاني زي ما قلنا الكلام اللي كان المره اللي فاتت. يبقى الكلام ده منطقي. يبقى انا دلوقتي لو انا بتكلم على الشحنه كيو 2 اتعرضت لقوه اسمها اف 2 اللي هي دي. مين المسبب للقوه دي؟ كيو 1. القوه دي ممكن تبقى كده او تبقى كده على حسب الاشارات دي موجب موجب ولا موجب سالب، تنافر ولا تجاذب. طب انا دلوقتي عايز اقول حاجتين، عايز اعرف قيمه القوه دي بكام، دي اول حاجه، واتجاهها عامل ايه. هو يعني تقول كده بسم الله الرحمن الرحيم اتجاهها بسيطه. ليه؟ الاتجاه بص انا بقول لك من كيو 1 شحنه دي بتاثر على دي، فيبقى الاتجاه سواء هنا بيبعد او بيقرب الاتجاه هو المتجه، هو نفس المتجه الوصل ما بين كيو 1 وكيو 2. اف 2 ممكن تبقى تباعد او تجاذب. طب اتجاهها فين؟ ما بتاثر كده اهي، دي بتاثر كده بتبعدها عنها او بتجذبها ليه. فيبقى معنى كده المتجه الاتجاه هو في الاتجاه ده، او لو كيو 2 بتاثر على كيو 1 يبقى في الاتجاه ده، في اتجاه الايه؟ المتجه اللي ما بين الوصل ما بين الشحنتين. هعرف اجيبها من دلوقتي ازاي. طب قيمه القوه دي لو انا عايز اجيب اف 2 ايه هي اف 2؟ دي القوه الواقعه على كيو 2 من المؤثر كيو 1. بتساوي ايه القوه دي؟ الشحنه الاولانيه باشارتها، يعني لو موجب او سالب يا جماعه حطها باشارتها. كيو 2 باشارتها يبقى نقطه في المساله على 4 باي ابسلون نود، دي بنسميها البرميتيفيتي. دي الابسلون نود ده يبقى رقم ثابت ومكتوب برده معاك في الامتحان. تمام؟ عباره عن 1 على 36 باي في 10 اس سالب 9. كده كده اصلا من كتر ما هتستعمله هتلاقي هتبقى عارف الكلام كتير في باور، هتبقى عارف الكلام ده. تمام؟ على بص بقى ار تربيع. ايه ار تربيع بقى؟ المسافه اللي ما بين الشحنتين. ده المفروض ماجنتيود يا جماعه، ده رقم، ده معيار لرقم، ده مربع المسافه اللي ما بين الشحنتين. اجيبه ازاي؟ بسهوله جدا. انا دلوقتي عايزك يا هندسه تجيب عشان تعرف تجيب المسافه دي بالمنطق الكلام بتاع اول محاضره، لازم حضرتك تروح تجيب المتجه ده اللي احنا بنسميه ار 1 2 اللي هو المتجه اللي واصل من كيو 1 لكيو 2. طب اجيبه ازاي؟ مش انت هندسه هتبقى عارف هنا في المساله مثلا ديت الاكس بتاعتها بكام، الواي بتاعتها بكام، الزد بتاعتها بكام، ونفس الكلام دي الاكس بتاعتها بكام، الواي بتاعتها بكام، الزد بتاعتها بكام. لو انت عايز تجيب اي متجه، الكلام اللي احنا قلناه في اول محاضره خالص، تعمل ايه؟ النهايه تسلم. النهايه ناقص ايه؟ البدايه. المفروض انا اروح دلوقتي اروح قايل ايه؟ يبقى اكس 2 النهايه ناقص البدايه ناقص اكس 1 في اتجاه الاكس، الواي 2 ناقص الواي 1 في اتجاه الواي، الزد 2 ناقص الزد 1 في اتجاه الزد. حضرتك جبت لي كده الار 1 2 اللي هو كاتجاه. انا عايز اجيب الايه؟ الار بتاعته الار 1 2 كماجنتيود. الجذر التربيع ده تربيع زائد ده تربيع زائد ده تربيع. انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز التربيع بتاع الرقم ده. تمام؟ ده القيمه بتاعت القوه يا جماعه، دي القيمه، ده الماجنتيود، ده كله قيمه، هيطلع رقم، بس في اتجاه. ليه في اتجاه؟ زي ما كنت بقول لك، انا بقول لك هات لي القوه على اف 2. والله حسب ما كنت لسه بقول لك الاشارات زي بعض، فالقوه هتبقى في اتجاه ايه؟ كيو 1 دي بتحاول تبعد كيو 2 كده، يبقى في الاتجاه ده. طب لو جت تجاذب هتبقى كده. لو الناس مركزه معايا ان اتجاه اف 2 هو نفسه المتجه ده، يعني صح، يعني ما كيو 1 بتاثر على كيو 2 كده، يعني نفس المتجه اللي واصل ما بينهم. يعني المفروض ده هو نفسه المتجه، هو نفسه المتجه ده، بس ده يا جماعه ما بكتب كده، ده يونت فيكتور. يعني ايه يونت فيكتور؟ ده كده بس بيحدد المتجه، ده اليونت فيكتور بتاع يو 1 2. يعني ايه؟ المفروض اجيب الفيكتور ده واقسمه على
المعيار. ادي اليونت فيكتور بتاعك. يبقى عشان ما نتوهش مع بعض نقول بقى القانون كله على بعضه. القانون قيمه وزاويه. القيمه الشحنه الاوليه باشارتها، عشان لو في مساله ممكن اجي اقول لك ايه ما ده منطقي، اقول لك الاشارتين دولت موجبين. يبقى معنى كده القوه دي هتطلع موجبه، الرقم ده يطلع موجب، هو ايه اللي بيحصل؟ كانها في الاتجاه ده. طب لو واحده منهم سالبه يبقى معنى كده منطقي، يبقى القوه تبقى في ايه؟ في الاتجاه العكس. بتجذبها ليه؟ الشحنه الاوليه باشارتها، الثانيه باشارتها، على 4 باي ابسلون، كل ده يبقى توصيل. انت المفروض تروح تجيب ايه؟ معيار المسافه اللي ما بين الشحنتين. يعني من الاخر هتروح تجيب ايه؟ انا عمال اركز فيها تاني. المساله صعوبتها كلها في ايه؟ لما انا ممكن اغير لك الابعاد بتاعت الايه؟ الشحنات. ازاي هندسه تعرف تجيب المتجه اللي من الشحنه الاوليه لايه؟ للثانيه، وتجيب معيار مربع المعيار هو ده الايه؟ اللي انت عايزه. طب مضروب في ايه في الاخر هنا؟ في اليونت فيكتور. اليونت فيكتور ده بتاع ايه؟ ده اليونت فيكتور بتاع الفيكتور اللي هو احنا نهايه الفيكتور ناقص بدايته زي ما جبت، يبقى كده جبت الفيكتور نفسه، اقسمه على المعيار، جبت الايه؟ هما الحاجتين دولت لو الناس معايا هما دولت اللي في المساله، ده هبقى مديها لك كرقم وده كرقم، والحاجات دي ثابته، انت بس كل الفكره بناء على احداثيات النقط الشحنه الاوليه فين والثانيه فين، حضرتك راح تجيب لي ايه؟ الفيكتور الواصل وتقسمه على المعيار تجيب لي الايه؟ اليونت فيكتور، وكمان تجيب الايه؟ المعيار تربيع. تمام؟ واضح الكلام؟ طب خلاص انا كده قلت اللي انا عايزه معايا. طب لو انا كنت قلت لك ايه؟ روح هات لي يا باشمهندس الاف 1، تبقى انت عارف ان دي الشحنه اللي هتاثر على كيو 1 نتيجه كيو 2. طب ما هو لو كده لو اثنين موجبين ده هتخلي دي تنفر كده اف 1 هيروح برضه ايه؟ يبقى كيو 2 بتحاول تخلي كيو 1 برضه ايه؟ تنفر. فمعنى كده ان لو الناس معايا اف 1 هي كقيمه هي نفسها اف 2، ليه انت عايز تروح تحسبها؟ هي نفس كيو 1 وكيو 2 على نفس الكلام ده يبقى تربيع. انما اليونت فيكتور نفسه انت هيبقى اللي هيحصل ايه؟ انت هتحسب من هنا يبقى السالب بتاعه، فانت يبقى على طول اف 1 كمجهود هي نفسها اف 2 بس باشاره ايه؟ سالب. واضح الكلام؟ ماشي. الحاجه الثانيه بقى عشان عايز برضه اكتب، عشان لو اتقالت في الشكل في السكشن في حاجه بشكل معين ساعات بيفرضوا او ممكن لو شفتها في اي مره او حاجه تبقى عارف ان الكلام ده اف 2 دي بتساوي كيو 1 كيو 2 على 4 باي ابسلون نوت. هو انا قلت لك ده المعيار ده المفروض كنت هتعمل ايه؟ كنت هتيجي هنا كده اكس 2 ناقص اكس 1 كنت هتربحها زائد واي 2 ناقص واي 1 وهتربحها زائد زد 2 ناقص زد 1 وهتربحها، والمفروض كنت تاخد الايه؟ ده المعيار وبعدين تربح، فالجذر هيروح مع التربيع. ده المفروض المعيار تربيع. طب اليونت فيكتور كان عباره عن ايه؟ مش هنكتبها بس عشان لو شفتها في اي وقت تبقى الناس ايه؟ ما تستغربش اللي مكتوب يعني. اليونت فيكتور عباره عن ايه هندسه؟ عباره عن الفيكتور نفسه على المعيار. الفيكتور عباره عن ايه؟ اكس 2 ناقص اكس 1 في اتجاه الاكس، يو 2 ناقص يو واي 2 ناقص واي 1 في اتجاه الواي، زد 2 ناقص زد 1 في اتجاه الزد. على ايه بقى؟ على المعيار، المعيار اللي هو ايه؟ نفس الكلام ده بس اس كام؟ اس نص. صح؟ فانت هنا عشان كده ساعات بتلاقي ايه؟ لا مكتوب في بعض الحاجات او ممكن تقلب في السكشن حاجه تلاقي يقول لك ده اس كام؟ لو قابلتها هو نفسك كاتبينه، الناس ما تستغربش في حاجه يعني، بس هو ايه؟ فكها لك بس. تمام؟ المهم تبقى انت فاهم من الاخر اللي يهمني تعرف تجيب، لو اديتك حساب دي ودي تعرف حضرتك تجيب الفيكتور وتجيب اليونت فيكتور وتجيب الايه؟ المعيار وتعوض. تمام؟ ده اللي احنا كنا عايزينه. تعال نشوف بقى الخطوه اللي بعد كده هيبقى فين. كده انا شرحت بطريقه معينه في الشحنتين. تمام؟ وشرحنا التنافر والتجاذب والكلام ده. طب تعالى بقى نتكلم دلوقتي على كونسيبت معين او فكره معينه اديناها لك كمان معانا، خصوصا الناس اللي مكمله في باور هتلاقي الكلام ده نتكلم معاه كتير قوي. الكتريك فيلد، المجال الكهربي. تمام؟ الكلمه دي بص يا جماعه اكيد الناس شفتها على اليوتيوب، قريتها في حته او حاجه، او حد حصل حد ممكن تبقى تعرفه، ممكن يجي يقول لك ايه؟ ساعات انت عارف الكشك في الشارع اللي عندنا بره، شارع الكشك الموجود ده، الكشك ده المفروض بياخد من ناحيه 380 فولت او من ناحيه 12 كيلو بينزل 3 فاز 380، اللي هو يعني لو فاز ارضي يبقى 220 ويخش عندك في البيت. ساعات كتير جدا بيبقى في عطل في الكشك ده. اللي يجي يفتح الكشك نفسه
لو الكشك ده الكهرباء مش مبصوله فيه، ناس كتيره جدا جدا واول ما يجي كشك بالكهرباء، حتى لو ما لمسش الحاجات اللي جوه، الكابل اللي جوه او السيركت بريكر او الكلام ده، بتحصل قوي وبتبان قوي في الهاي فولتج في النقاط الكبيره وهنتكلم عليها دلوقتي، ما بتبانش في ال 220 يعني، حتى في البيت عندك خلاص ما بيحصلش الكلام ده قوي يعني. انما في الحاجات الفولتات الكبيره، لو ناس في مصانع الحاجات اللي فيها 11 كيلو فولت او 30 كيلو فولت 66، او ناس حتى في الترانسميشن لاينز، حتى لو شفت على اليوتيوب تاني الناس ساعات بتيجي تنظف العوازل لقيت الكهرباء، هو اصلا بعيد عن يعني، حتى هو لسه ما وصلش اصلا للسلك، ما وصلش فكره الكهرباء. انا كنت بقول موضوع الكشك ده لان انا كنت شفتها حاله قدامي، الناس الكشك ده انت ممكن حد بتحصل معاه ان هو لا اما يترمي بعيد قوي يعني من قوه، في قوه تنافر، لا اما في حاجه بتلاقي ناس بتلزق في الكشك نفسه يعني تجاذب وتنافر حسب بالذات التشارجز دلوقتي. حته الهاي فولتج بالذات بتلاقيها عليك كتير قوي، تشوفها ممكن تشوفها كتير قوي. انت ما لمستش ما لمستش خط الكهرباء نفسه. طب هو ايه اللي حصل؟ الكلام ده هنقوله معانا في التفصيل في ثالثه وهنتكلم عليه دلوقتي. حوالين يا جماعه، حوالين السلك نفسه، حوالين سلك الكهرباء نفسه، بيحصل تأين للهواء نفسه. ليه؟ زي ما هنتكلم معانا برضه الناس في ثالثه ان شاء الله بتوع الباور، كل ماده ليها سترينس، ليها الكتريك سترينس انسوليشن، ليها قوه عزل معينه. الهواء احنا بنتكلم في 30 كيلو فولت على السنتيمتر. اللي بيحصل في حالات كتير الهواء المراصق للكابل السلك للترانسميشن لاين ده بيتقين عشان هو حاسس بكل الفولت وكل الباور اللي الخط الكهرباء شايله. عشان بيحصل تقين للكلام ده. عشان كده احنا عندنا في باور بنتكلم ان في ليميت. لو واحد قرب من اي كابل او من اي ترانسميشن لاين وكل ما الفولت زي ما هنتكلم النهارده نقول المجال الكهربي ده متعلق اكتر بالفولت، كل ما الفولت بيزيد شده المجال الكهربي اللي متولده من الترانسميشن لاين ده بتزيد. فعشان كده الناس بتبقى خايفه من الحته دي. يعني انا هقول برده معلومه ثانيه كده، معلش انا بحاول اطلع شويه لان دي برده نقطه مهمه لازم تتقال معانا. بصوا يا جماعه احنا عندنا لو اي حد بيشوف البرج بتاع النقل الكهرباء هتلاقي حاجة عاملة كده. الأول بس هو أنت لما بتيجي تبص عندك في الشارع العمود اللي عندك في الكهرباء بتاع الكهرباء اللي في الشارع، الطول بتاع العمود هل هو نفسه لو أنت مسافر في أي حتة في أي طريق وتشوف البرج الكبير دوت، هل الطول بتاع البرج ده هو نفسه الطول بتاع العمود؟ لا. ليه؟ حضرتك السلك اللي عندك في العمود عندك ده 220 فولت اللي داخل عندك في البيت. التاني انت بتتكلم في حاجات 30 66 في حاجات 130 في حاجات 220 كيلو فولت. فكل ما الفولت بيزيد زي ما هنتكلم المجال بتاعه اللي حواليه اللي بيتقيم بيزيد، فانت حضرتك لازم ترفعه عن الارض اكتر. يبقى ليه؟ لان فين العزل دلوقتي يا جماعه؟ لو السلك اهو فين العزل؟ حبه الهواء اللي هو من هنا لغايه الارض، الارض جهدها بكام؟ صفر. وانت شايل جهد معين، فهو ده العزل بتاعك. هو ده العزل بتاعك، فلازم تبعده اكتر، بس بدايات على ما نتكلم بالتفصيل في ثالثه مش عايز اقول كلام كتير، فانت الحته دي هي ديت العزل. تمام؟ طب تعالى بص كده معايا، معلش انا هطلع في حته ثانيه لان كده كده الجزء اللي بقى مش كبير، فانا عايز بس الناس تبقى فاهمه الحته دي. بص يا هندسه، لو بصيت على البرج لو في اي طريق او حتى العمود اللي عندك الصغير اللي جنب البلكونه مثلا، هتلاقي المفروض بس العمود ما بقاش في حته الايه؟ الارم دي، بس لو انت شفت في البراج الكبير هتلاقي في ارم كده والسلك مش متوصل بيه على طول، لا انت بتلاقي في ايه زي اطباق كده يا جماعه؟ اطباق كده، الاطباق دي صيني بورسلين على حسب الماده اللي معموله فيها، بس ماده عزل. وبعد كده محطوط الترانسميشن لاين. طب هو محطوط كده ليه؟ ايوه يا عم، ما انا بقول لك دلوقتي ده شايل جهد كبير، والاخ ده البرج ده نفسه الحديد ده نفسه مش واصل في الارض، مش انت في الاخر مثبته في الارض حاطط بتاع دوت، حاطط قواعد مثبته في الارض، يعني جهده بكام في الاخر؟ بصفر. طب لو حد ماشي وراح لمسه، خلينا ما نتكلمش في برج، ما حدش هيقول مثلا تقول ده البرج ده في ارض زراعيه، لو في عمود كهرباء عندك في البيت عن تحت البيت، ما اي حد ممكن يلمسه لاي سبب، فالمفروض ان هو يلمسه ما يتكهربش. ما يتكهربش ليه؟ ان المفروض اولا ده ما يتوصلش بهنا، غير ان في سيستم تاني حاجه اسمها ارضي وحاجات تانيه كتير بتتعمل عشان ده، بس احنا دلوقتي مهمتنا ان ده ما يوصلش هنا. طب ما هو الدراع ده في الاخر
متوصل بجسم البرج، فانت لازم تعزله. عشان كده بيحصل ايه يا جماعه؟ يعني كده ده جهده مثلا 220 كيلو فولت اللي هو جهد اللي انت لاقيه ده، كده جهده كام؟ صفر. فلازم تحط عوازل عشان تفصل ما بين ده وده، وفي نفس الوقت لازم السلك ده يبقى بعيد بمسافه، الدراع ده بيبعد لك السلك عن جسم البرج نفسه، لان جسم البرج نفسه برضه جهده كام؟ بصفر. هي نفس الفكره. ليه انا بقول الكلام ده بقى؟ يعني كل الكلام ده علاقته باللي احنا بنقوله. انت بتحط هنا كذا طبق كده تمام عشان عزل، والحكايه دي محسوبه ومدروسه، وكل الاطباق دي المفروض يبقى عليها جهد معين وعليها مجال كهربي زي ما هنتكلم دلوقتي. احنا بقى في ثالثه في الترم الاول، الناس تبقى معانا ان شاء الله في الجهد العالي، بنقول بالتفصيل الاطباق دي بتشيل قد ايه. لو انت معلش ركز مع بعض كده، هل انت متخيل هندسه ان الطبق ده حته البورسلين او الصين ديت العزل ده ده شايل قد ده شايل قد ده قد ده قد ده؟ لا، اللي شايل الليله كلها او شايل اكبريت الشغل كله ومشكلته كلها هو اخر واحد تحت ده، شايل اكبر فولت وشايل اكبر مجال كهربا اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. ان انت نتيجه الشحنه دي هتولد مجال حوالين الشحنه. انت عندك دلوقتي طيار، الطيار ده عباره عن، يقول لك ايه؟ طيار عباره عن شحنه، سلم الالكترونات، سلم الشحنات. فانت ده هيولد معاك مجال، وكل ما الفولت بتاعك ده يزيد، ده الكلام اللي هنقوله بعد كده هتلاقيه بيتقال معاك في المسائل، هتلاقي ان المجال ده بيزيد. عارف احنا بنعمل ايه في ثالثه؟ بنيجي على كل طبق من ده ونحسب الفولت اللي عليه بكام. تمام؟ بلاقي ان اكبر فولت بيبقى على الاول ده، فاقل 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 فاقل. تمام؟ بحيث ان الفولت كله متقسم، بحيث لو ده 220 فولت الخط وده صفر، ال 220 ناقص صفر يعني 220 متقسمين هنا، بس هتلاقي اكتر واحد شايل هو ده. طب هقولها لك بطريقه ثانيه. هل لو مثلا الخط ده 11 كيلو فولت 22 كيلو فولت، عدد الاطباق ده هيقل؟ اه. طب تخيل لو هو 220 كيلو فولت، هل انا اجيب عدد اطباق اكتر واحطها؟ لا. دي برضو كانت نقطه لازم اقولها عشان تفهمها من دلوقتي. ليه؟ كل ما الفولت بيزيد يا جماعه بيولد مجال اكبر. اول طبق هنا يا جماعه، اول طبق من العزل ده حاسس بايه؟ ده هو اقرب حاجه، فكل المجال اللي متولد، بص يا جماعه زي ما هنتكلم دلوقتي، المجال ده عامل كده، بيبقى خطوط معاك عندك كده حوالين الخط، فكل اغلبيه المجال هو مين اللي حاسس بيه؟ الاولاني. فلو الماده بتاعته، نصحى بقى في الحته دي، لو الماده بتاعت العزل اللي معمول منها ده مش هتستحمل قوه المجال الكهربي والفولت اللي هو ده، المفروض كل مجال وكل فولت معين معمول له ماده عزل تستحمل الكلام ده. ما ينفعش اللي هو جاي اللي بحطه مع 33 كيلو فولت احطه مع 220 بس زود العدد. ليه؟ لان لو ما كانش ده يستحمل كماده خصائص ده هيتكسر. فده كانه بقى ايه؟ طالع يمر فيه. بقى ماده موصله. بقى اكتر واحد حاسس فين؟ ده هيتكسر حتى لو حاطط 100 واحد. هيتكسر. ده اللي كنت عايز اوصله لك، ان ده نفس الكلام، ان انت حضرتك هنا المجال اللي بيقصف عشان اللي انت حاطه العزل اللي هو بتاع 33 كيلو فولت يبقى هو نفسه بتاع 220 او 100 او 100 او 11 او كذا. لا، لان اول واحد ده هو اللي حاسس بالكارثه. فعشان كده ايه؟ كل فولت معين يبقى فيه مجال متولد، كل ما الفولت يزيد تبقى فاهم ان هو ايه؟ المجال هيزيد. النقطه دي كانت لازم تتفهم. اخر جزئيه قبل ما ارجع لهنا، احنا عندنا حاجه ثانيه غير الترانسميشن لاين، يعني نقل الكهرباء عموما. في الكهرباء في حاجتين، في حاجه اسمها اوفر هيد ترانسميشن لاين، يعني انت الخطوط اللي انت بتشوفها ماشيه دي، في حاجه اسمها كيبل. هو انت معلش لو جبت لك، لو انت مروح كده النهارده شفت الكشك اللي عندك في الشارع، لو لفيت حواليه ما فيش اي سلك داخلي، يعني ما فيش اي عمود كهرباء مدي للكشك، او عمود كهرباء واخد سلك من الكشك، ما فيش. انما طب ايه اللي داخل ده؟ ده كابل يا جماعه. الكابلات مكلفه جدا، بس الكابلات انت ممكن تضطر في وقت معين لو انت مفيش مجال، مش عارف تحط عمود في حاجه معينه، المكان ضيق، في اماكن مش عارف تخش فيها، فهتمشي بايه؟ بكابلات. الكابل غالي؟ اه طبعا غالي. السبب هو انا لما السلك ده كان ايه الماده العازله؟ السلك ده يا جماعه اصلا معمول، يعني السلك ده المونيوم او نحاس. حتى لو بصيت مثلا هتلاقي عندك اغلبيه السلوك اللي موجوده في الشارع دلوقتي ابتدوا يحطوا سلك معزول، بس زمان لغايه فتره كبيره جدا السلك ده لا هو المونيوم او نحاس بس، لان مفيش حد هيروح يلمسه. العزل بتاعه هو الايه؟ الهواء لغايه الايه؟ الارض. وحتى لو دلوقتي في بعض اماكن كتير ابتدوا يحطوا في الشوارع اللي هو في العواميد
يحطوا السلك معزول، ده عشان بس لو حد حصل حاجه، حد قرب منه، حد بيحط حاجه. انما في الابراج الكبيره اللي في الطرق كلها السلك الالومنيوم او النحاس مش معزول، العزل هو الهواء. طب تخيل بقى الكابل ده انت عايز تحطه تحت الارض، والارض يجو ده بكام؟ بصفر. يبقى انت عندك الكابل ده في كوندكتور جوه، في سلك برضو الومنيوم او نحاس، غالبيه حاجه النحاس، وانت عايز تحطه تحت الارض، يعني هيلمس سنه الارض، اللي هو ده بكام؟ بصفر. طب ما كده في فرق في جهد زي ما كنت لسه بقول، يبقى المفروض الحته دي كلها تبقى ايه؟ عزل. تخيل بقى كده، معلش ركز مع بعض ثانيه كده، انت في برج اهو، شوف انت بتبقى ماشي في الطريق، البرج ده طوله قد ايه؟ ممكن يوصل 40 50 متر، والخط ممكن يبقى منه للارض مثلا 35 متر 30 متر. ال 35 متر 30 متر دولت انت عايز مكافئ ليهم في العزل اللي هو الهواء، يبقى فين؟ في الحته دي، هو ده العزل. فانت بتحط ماده تخيل هتبقى غاليه قد ايه عشان تستحمل الجهد الكهربي اللي الهواء ده كله مستحمله. مش المفروض برضو زي ما هنا كده في مجال اهو لفوق، هيبقى برضو في مجال ليه؟ بس انت حضرتك عشان مسافه كبيره قوي عمر ما الهواء ده اللي هيتكسر. احنا عندنا بيقول في بار ايه؟ في بعض حالات لو عربيه نقل مثلا وشايله حاجه وقربت قوي وبقت المسافه دي صغيره، ممكن يحصل شراره وايه؟ توصل معاك. انما في العادي مش يحصل. تخيل بقى ده انت عايز في المسافه اللي قد كده دي ممكن في بعض الحالات في الكابلات بتتكلم مثلا في 4 سم 5 سم. تخيل بقى دي تبقى تكلفتها عامله ازاي؟ وما بتتكلمش في مسافه صغيره، انت في حاجات بعض كابلات بتتمد انت ممكن تتكلم في 10 20 30 40 كيلومتر، تكلفتها عامله ازاي؟ فتكلفتها بتبقى اعلى كتير قوي، لان خصائص العزل دي المفروض تستحمل قوي. ونفس اللي قلته هنا هقوله هنا، هل لما جيت يا هندسه تتخيل ان انت العزل اللي محطوط ده ليه انواع كتير قوي، هل لو انت بتتكلم في عزل مثلا 11 كيلو، الفولت اللي ماشي هنا 11 كيلو زي لما يبقى الفولت اللي ماشي 220 كيلو؟ لا، لان برضه بيبقى عنده طبقات، الطبقه دي حاسه بكل حاجه، المجال اللي متولد هتتكسر، اللي بعدها هيتكسر. عشان كده زياده التخانه مش هي حل، لازم تيجي ماده ثانيه خصائصها تستحمل العزل بتاع الفولت ده. الكلام ده مفهوم؟ الكلام ده ليه لازم يبقى مفهوم؟ لغايه ما احنا ان شاء الله نسمع عنها مكمله يعني في باور، نتكلم بالتفصيل. طب ده انواع العزل ده ايه؟ طب ايه اللي هيحصل فيها؟ ايه؟ كله ما شاء الله، خلاص يعني كده احنا يعني اللي قلته صح، يعني الناس غالبيه خلاص يعني ما ضيعناش الوقت يعني تمام. فدي نقطة مهمة جدا يا جماعة، بس من دلوقتي لازم تبقى فاهمها يا هندسة. تمام، تعالى نرجع بقى لمرجعنا هنا، الموضوع مش هناخد فيه وقت كتير، معلش انا طولت، بس كان لازم الكلام ده يتفهم. بص معايا يا جماعه، طب دلوقتي ايه بقى المجال الكهربي دوت؟ احنا دلوقتي هنتخيل معانا ان عندي شحنتين، في شحنه اسمها كيو 1 موجوده، والشحنه الثانيه كيو 2 تاثيرها عمال يقل هي حجمها عمال يقل معاك، كانها راحه لصفر، كان من الاخر كان مفيش دلوقتي كيو 2، كان كيو 2 دي نقطه عاديه، وكيو 1 ده هو الخط الكهرباء اللي هيعمل ايه؟ مجال. وانا عايز اشوف بقى المجال الكهربي اللي عندي نقطه دي، نقطه اسمها دي نتيجه مين؟ كيو 1، كان كيو 2 دي مش موجود، هو بقى مجال واحد بس اللي جاي. تمام؟ انا في الاول شرحت لك ان في شحنتين، لا دلوقتي هيبقى هي شحنه واحده، خط كهرباء واحد، وده اللي احنا هندرسه. في العادي خط كهرباء، وعايز اشوف المجال اللي طالع منه، وعايز اشوف زي ما كنت لسه بقول لك دلوقتي راسم لك، هحسب عند كل نقطه القريبه منه، هحسب الاقي مجال كبير قوي، المبعد المجال الاصغر، زي ما هنتكلم هتلاقينا في ثالثه بنقول ان المجال ده عباره عن الفولت على المسافه، هي حتى منطقي بسيطه قوي، الفولت بتاع الخط قد ايه؟ على المسافه اللي ما بينه وما بين النقطه اللي بتحسب عندها، وكل ما تبعد المجال ده بالمنطق هيقل. فانت دلوقتي كان في شحنه واحده بس اللي موجوده، والثانيه دي راحت كانها راحت لصفر. من الاخر احسب بس شده المجال عندها قد ايه؟ عند اي نقطه، كل ما تبعد او تقرب، بس مين اللي عامل المجال؟ الشحنه دي. وهتلاقينا بالتفصيل النهارده هنتكلم لو عامل المجال بوينت تشارج، يعني شحنه اسمها كيو 1 زي ما احنا بنتكلم. المره الجايه هنتكلم لو خط التشارج عباره عن لاين تشارج. طب لو عندك سيرفيس هنتكلم كل الكلام ده، لو فوليوم هتلاقينا النهارده بنتكلم في بعض حاجات ونكمل ايه؟ بعد كده، بس يبقى فاهمين الموضوع ده. بص يا جماعه عشان تحسب المجال، عشان الناس ما تتوهش مني بعد اللي انا قلته ده كله. المجال عباره القوه على الشحنه. لما الشحنة بتاعتك اللي هي التانية معايا شوية، الشحنة التانية دي كيو 2 كأنها راحة لكام؟ لصفر.
طب معلش هي القوه اللي كنت حاسبها لك بقول لك ايه؟ كيو واحد. كيو واحد في كيو اتنين على 4 باي ايبسلون نوت ار تربيع في اليو واحد اتنين على انا بقول لك دلوقتي السمع على الشحن والكلام ده كان الشحن راح لكام؟ للصفر. الشحنة دي ليها كيو 2 يعني المفروض اشيلها واحط مكانها كيو اللي احنا دلوقتي بنروح على صفر. طب ايه يا عم ده ما هي ما انت لو عوضت كده صفر على صفر هتبقى ايه؟ ما ده بصفر فوق في البسط وصفر فين؟ طب ما هو في الرياضه لما كان بيقول لك صفر على صفر وحاجه هي راحت صفر كنت بتعمل ايه؟ تفاضل البسط وتفاضل الايه؟ صح؟ طب تعالى الفاضل ما انا لما اجي فاضل البسط ده هو الواحد اهو الكيو فيه اما اجي فاضل بالنسبه للكيو هتروح وما فاضل هي بالنسبه للكيو ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا من الاخر هنا يا اخوانا لو عايز اجيب المجال شده المجال الكهربي عند اي نقطه انا عندي هنا دلوقتي ادي كيو واحد ودي اي نقطه دي نقطه اسمها بي انت هتعمل مجال كهربي هنا عايز اشوف شده المجال الكهربي اللي واصل للنقطه دي لو جيت في اي مساله وقلت لك روح هات لي شده المجال الكهربي عند نقطه معينه نتيجه شحنه معينه تعمل ايه هندسه؟ حضرتك تعود في القانون ده ايه هي كيو واحد؟ الشحنه اللي انا ابقى مديها لك اللي عامله المجال 4 باي ايبسلون نون ايه هو الار؟ المسافه اللي ما بين الشحنه والنقطه اللي بتحسب عندها تجيب المعيار تربيع ايه هو المتجه؟ المتجه اللي واصل ما بين الشحنه والنقطه اللي بتحسب عندها كده تقدر تجيب المجال الكهربي عند النقطه دي بالمنطق وبالعقل كل ما المسافه دي تزيد كل ما تبعد المسافه فين؟ في المقام يبقى المجال اللي هيحصل له؟ هيقل وكل ما الشحنه دي تزيد تعمل مجال اكبر يبقى فعلا هي في البصر يبقى ايه اللي هيحصل؟ هتزيد تمام؟ يبقى لما تيجي هنا في المجال انا مش عايز اكتر من كده طب الخطوه الثالثه انا بحاول اقسمها لك خطوات عشان الناس تبقى مركزه معايا انا ممكن اجي في مساله وهتلاقي في السكشن برضو هتتقال لك كده ما يبقاش نقطه واحده ما يبقاش شحنه واحده اثنين ثلاثة أربعة طب ما الشحنة بتعمل مجال الثانية بتعمل مجال الثالثة بتعمل مجال هتيجي أقول لك احسب لي المجال عند النقطة دي احسب ده لوحده نتيجة الشحنة الأولانية لوحدها والثانية لوحدها والثالثة لوحدها والرابعة لوحدها وفي الآخر جمع لو الناس صاحية معايا بس تصحى في حاجة مش ده يونت فيكتور يعني في الآخر ده هيبقى عبارة عن إيه؟ متجه على معيار المتجه ده عبارة عن إيه؟ حاجة في الإكس حاجة في الواي حاجة في الزد اما تروح تحسب ده المجال الاولاني ما تحسب المجال الثاني هيبقى برضه حاجه في الاكس حاجه في الواي حاجه في الزد يعني في رقم هو بره ومضروب في الحاجات دي كلها فتضربه في الاكس والواي والزد ونفس الكلام ايه ففي الاخر هتلاقي ايه كل واحد هيطلع حاجه في الاكس حاجه في الواي حاجه في الزد تجمع اللي في الاكس مع بعضه اللي في الواي مع بعضه انت بتجمع المجال كله اللي عند النقطه دي يبقى بتجمع المجال ده زائد ده زائد ده زائد ده واضح الكلام يا اخوانا هقول مساله اصلا دلوقتي على حته ان هم في اربع شحنات وعايزين نجمع المجال عند نقطة واحدة. أهم حاجة بس الناس تبقى قاعدة فاهمة الكلام ده. مفهوم؟ معلش أنا طلعت بره شوية في الموضوع بس الكلام ده كان لازم يتفهم عشان تربى الدم عادية. المسألة دي تعويض مباشر يعني مش هقف عندها كتير كده كده اتقالت في السكشن أصلا يعني. يعني دلوقتي معايا بس مش ناسيها. يعني لما اتقالك مثلا كيو واحد شحنة أولانية وموجودة عند النقطة كذا. شحنة اتنين قيمتها كذا وموجوده عند نقطه كذا، الكلام العادي يروح هات لي القوه اللي على كيو 2 وعلى كيو 1، فالكلام عادي انا بس اعوض عشان ابقى ايه؟ موجوده في الكتاب معاك. لو عايز اجيب اف 2 اللي هي القوه اللي على كيو 2 يبقى كيو 1 قيمتها عندي. كيو 2 قيمتها عندي على 4 باي ابسلون نود قلنا ابسلون نود 1 على 39 باي في 10 سالب 9. انا ناقص بس اجيب ده واجيب ده. هو الفيكتور اللي رابط ما بين الشحنتين. انا بجيب دلوقتي القوه اللي على كيو 2 يبقى المتجه جاي من كيو 1 القوه جايه من كيو 1 وايه بتاثر على كيو 2 يبقى المتجه بتاعنا النهايه ناقص البدايه الكلام العادي يبقى انا هطرح كيو 2 ناقص كيو 1 الاكس بتاعتها 4 ناقص 2 يبقى 2 في اتجاه الاكس 0 ناقص 3 يبقى ناقص 3 في اتجاه الواي 6 ناقص 4 يبقى زائد 2 في اتجاه الزد ادي كده ده المتجه لو انا عايز اجيب اليونت فيكتور نفسه يبقى 2 في اتجاه الاكس ناقص 3 في اتجاه الواي زائد 2 في اتجاه الزد الكلام ده على الجذر التربيع 4 زائد 9 زائد 4 ك
كده انا جبت اليونت فيكتور ده، هقسم الرقم ده على هنا تمام نفس الكلام، واطلع اجيب المفروض لو انا عايز الار ده تربيع، هتبقى جزء التربيع ده تربيع زائد ده تربيع زائد ده تربيع، انا بربع دلوقتي هروح مع الايه؟ مع الجزء. انا جبت الايه؟ الكلام ده، واطلع عوض فوق. الكلام ده موجود معاك في الكتاب. طب لو عايز اجيب بيقول لك هات التاثير اللي على الشحنه الاولانيه. قلنا لو المفروض هما الاثنين دلوقتي يا جماعه الشحنتين هما الاثنين ايه؟ لو الناس معايا الشحنه الموجبه دي شحنه موجبه، يبقى كانوا بيعملوا تنافر هنا اف 2 كده، يبقى اف 1 المفروض لو تاثير من كيو 2 على كيو 1 يبقى الايه؟ اتجاه العكس. يبقى معنى كده زي ما قلنا لو في اي وقت دي هي نفسها دي قيمه بس اشاره ايه؟ تمام؟ اوكي. الاول بس عشان ما بقاش ناسيين حاجه، القوه دي المفروض في الاخر كوحده. انت بتقول وحده ايه؟ ماشي. بص بقى معايا في مساله ثانيه بيقول لك فايز الكتريك فيلد انتنسيتي شده المجال الكهربي، هات لي المجال الكهربي اللي عندك، هات الاي احنا رمزها على طول بنتكلم فيه ده كتير قوي بيسمعها معانا في الباور عندنا الاي المجال الكهربي الكتريك فيلد تمام، هي الوحده بتاعته رغم ان ما قلتش القانون بتاعها يعني قلتها بسرعه، القانون اللي احنا المفروض هنتكلم عنه في باور اللي هو عباره عن فولت على مسافه، اللي انت هتلاقي الوحده بتاعته فولت على متر، فالناس ما تستغربش الموضوع لو خدناها فولت على متر لان هي ليها قانون ثاني هنقوله في ثالثه معايا، بس تبقى انت عارف اللي هو القانون ايه؟ فولت على المتر. بص يا جماعه والناس برضو نقطه معينه، بص عشان يعني ما نركزش في بعض في الرسم قوي، هو بيقول لك هات المجال الكهربي عند نقطه كذا، مش ما نركزش قوي مع بعض ان مثلا حد يقول لي ايه؟ طب ما هي سالب 3 يعني الاكس في السالب وثبت، يعني انا رسمها كروكي بس كده عشان نعرف بس ايه مش حاجه بالظبط ايه. عندك النقطه اهي بيقول لك روح هات المجال نتيجه شحنه، الشحنه دي 2 من 10 ملي كول عند الاوريجن مره، لو الشحنه عند الاوريجن ومره ثانيه الشحنه عند نقطه كذا. معايا فرنسيه المجال بيساوي ايه؟ زي ما قلنا الشحنه على 4 باي ابسلون نوت ار تربيع في الاتجاه ده. الشحنه هو مدالك هندسه، بص انا هشتغل اول نقطه اللي هي كان ايه؟ كان الشحنه عند الاوريجن. الشحنه موجوده، الحته دي لغايه هنا كده موجوده. ناقص ايه؟ اليونت فيكتور والمتجه. لو الشحنه هنا يبقى معنى كده المتجه ده طالع من الشحنه زي ما قلنا، انت المفروض اهو معاك زي ما قلنا قبل كده في حته القوه. انا عندي شحنه فيها طالع نتيجه الشحنه في مجال كهربي ليها، عايز اشوف تاثير المجال الكهربي ده على النقطه دي. يبقى اي متجه عندك طالع من الشحنه نفسها ورايح ليه؟ للنقطه اللي بحسب عندك، كنت لسه بقولها دلوقتي قبل ايه؟ واحنا بنثبت اصلا. تمام؟ طب لو انا عايز اجيب المتجه ده نفسه الاول. دي صفر وصفر وصفر. يبقى النهايه ناقص البدايه، سالب 3 في اتجاه الاكس، 6 ناقص 0 يبقى 6 في اتجاه الواي، سالب 4 ناقص 0 يبقى سالب 4 في اتجاه الزد. لو عايز اجيب اليونت فيكتور بتاعه يبقى المفروض هقسم الكلام ده على المعيار اللي هو ده تربيع اللي هو 9، ده تربيع اللي هو 36، ده تربيع اللي هو 16. ده كده الايه؟ اليونت فيكتور. طب لو انا عايز اجيب الار تربيع يبقى انا هجيب المعيار ايه؟ هنا وايه؟ واربعه. الار تربيع ده هيبقى الجزء 16 كل تربيع يعني هشيل ده مع الايه؟ مع الجسر. هو ده اللي هيختلف مع حضرتك، والمفروض هنا في الاخر احط الوحده فولت على المتر. طب ايه اللي عمله في رقم بي يا جماعه؟ اللي اتعمل في رقم بي اللي الشحنه نفسها راحت نقطه ثانيه. مفيش مشكله خلاص، انا بدل ما كان هنا هنا الشحنه هتبقى هنا. ادي الشحنه. 3 سالب 2 4 والمتجه هيبقى كده. اللي هيختلف بس ايه هو؟ الشحنه زي ما هي، اللي هيختلف بس الايه؟ المتجه والحاجات دي. طب تعالى المتجه نفسه يبقى بيساوي ايه؟ النهايه ناقص البدايه، سالب 3 ناقص 3 يبقى ناقص 6 في اتجاه الاكس، 6 ناقص ناقص 2 يبقى زائد 8 في اتجاه الواي، ناقص 4 ماشي هي ناقص 4 ناقص 4 يبقى ناقص 8 في اتجاه الزد. ولو عايز اجيب اليونت فيكتور هقسم على المعيار، سالب 6 في اتجاه الاكس زائد 8 في اتجاه الواي ناقص 8 في اتجاه الزد على الجزء التربيعي، 6 تربيع
زائد 8 تربيع زائد 8 تربيع. واقدر اجيب المعيار بنفس ايه؟ المعيار تربيع بنفس الطريقه. يعني اللي هيختلف بس ايه يا جماعه؟ الحته دي. اللي انا بقوله النهارده اتفضل يا هندسة. بص انا كنت عايز ادخلك في كوره كتير معايا. بص هي الابسلون ديت عباره عن ابسلون نود في ابسلون ار. دي بتاعت الهواء، دي بتاعت الماده اللي احنا مستعملينها، العزل اللي معانا على طول شغال ابسلون نود. ماشي، ما دخلتش في حته بقى لما نيجي نتكلم ادفانسد شويه. لو انا بتكلم في عزل كابلات او في حاجه يبقى الماده نفسها اللي انا مستعملها اللي هي ابسلون ار ليها اصلا قيمه ثانيه اقولها لك، انما في العادي لا احنا شغالين ابسلون نود على طول. تمام؟ اللي انا بقوله دلوقتي دي اسمها بوينت تشارج، نقطه عامله مجال كهرباء. طب هتلاقيني المره الجايه في المحاضره ممكن يبقى خط كده، ده كله عباره عن شحنه. طب ازاي ده؟ انا المفروض اجيب متجه كده. طب هجيب المتجه من بدايه الخط ولا من نص الخط ولا من نهايته؟ هتلاقينا بقى بنتكلم على تكاملات وحاجات كده كتير هنقولها. طب ممكن يبقى الشكل كده زي ديسك كده، وبرده ده يا باشمهندسين هندسه يا باشمهندس معايا هنا وبحسب عند نقطه. طب ايه ده في مجال كتير جاي كده. هتلاقينا بنتكلم في تكاملات، بس زي ما بقول لك انا بجيب ام سي كيو، فانا في الاخر مش هجيب لك الاثبات ازاي؟ انا هقول حاجات من الاثبات او الاثبات عشان انت تبقى فاهم، لو في حاجه في النص تبقى طب هي دي جت منين؟ طب كده انت فاهم، انما في الاخر هيبقى هاممني القانون، وفي حاجات في القانون هتبقى هماني اكتر ان علاقه ده بدا ايه؟ تفتكر اول محاضره الكلام ده؟ قلت لك انت هتدنك فاكر الحاجه اللي انت ما حفظتهاش، الحاجه اللي انت ما اضطرتش تحفظها. زي ما كنت بقول لك مثلا في المجال هنا اللي هو المجال بيساوي ايه؟ الشحنه في البسط والمسافه في المقام. يبقى المفروض منطق صح، كل ما الشحنه اللي عامله المجال تزيد المجال هيزيد. طب كل ما النقطه اللي انا بحسب عندها بتبعد المجال بيقل. في حاجات انت هتدنك فاكرها، هي ده اللي انت هتدنك فاكره، مش ممكن في الاخر ما تبقاش فاكر اصلا القانون، بس فاكر الريليشن دي طردي ولا عكس. هو ده المفروض يعني، هو ده المفروض يبقى ثابت في دماغي، ما بحفظش حاجه. تمام؟ احفظ عشان الامتحان ده اوكي ماشي، بس عشان الاليه انا ابقى فاهم. تمام؟ دي المساله الثانيه. المساله وفي جزئيه بعدها في دقيقتين بس اقولها عشان خلصنا النهارده. بص بقى المساله دي لسه بقول عليها. لو انت جيت ادي نقطه ايه؟ يقول لك احسب لي المجال عندها بكام؟ وعندك كام شحنه؟ عندك اربع شحنات. في شحنه واحد عند نقطه معينه، شحنه اثنين عند نقطه ثانيه، ثلاثه اربعه. هو جاي في المساله بيقول لك الشحنات دي كلها، كل شحنه عباره عن 4 مايكرو كولوم، يعني 4 في 10 اس 9 كولوم. تمام؟ هات لي المجال الكهربي عند النقطه دي، عند نقطه دي. نعمل ايه بقى؟ هحسب عند كل واحده لوحدها كانها كام مساله؟ اربعه، في الاخر اجمع. تمام؟ تعالى هو الفكره كلها يعني هي اللخبطه كلها ان حضرتك تحسب المتجه والمعيار. لو احنا حسبناه دلوقتي انا هحسب دوت بس. لو حسبت لكل واحد صح خلاص هعوض في القانون لوحده، مفيش مشكله. تعالى بس نحسب كده لكل واحد وبعد كده نتعوض في القانون، ومعاك المساله مفيش مشكله فيها. تعالى نشوف كده فين اول نقطه اهي. لو انا عايز اجيب المتجه اصلا اللي ما بين واحد وعايز اوصل نقطه دي، يبقى المتجه واصل كده، يبقى النهايه ناقص البدايه، النقطه اللي بحسب عندها ناقص النقطه اللي عندها الشحنه، اتفقنا على كده على طول. تمام؟ دي اكس ناقص اكس يبقى كانه صفر في اتجاه الاكس، 2 ناقص 2 2 في الواي و2 هنا برضو كده يبقى كانه صفر في اتجاه الواي. 2 ناقص صفر يبقى كانه ايه؟ تمام؟ ده بالنسبه ده المتجه الاولاني، اقدر منه اجيب اليونت فيكتور بتاعي. لا نقسم على المعيار، واقدر اجيب الايه؟ المعيار التربيع اللي عوض بيه في القانون. تعالى نعمل بالنسبة للنقطة الثانية اللي هنا برضه. المتجه دوت من هنا لهنا، يبقى أنا المتجه فين؟ النهاية ناقص نفس الكلام، ده ناقص ده، 2 ناقص ناقص 2 4 في اتجاه الإكس. 2 ناقص 2 يبقى 0 في اتجاه الواي. 2 ناقص 0 يبقى 2 في اتجاه الإيه؟ الزد. تمام كده معانا؟ طب بالشكل ده نفس الكلام النقطة الثالثة، النقطة الثالثة من هنا لهنا، يبقى النهاية ناقص البداية. 2 ناقص ناقص 2 يبقى 4 في اتجاه الإكس. 2 معلش هي دي سالب 2.
2 ناقص ناقص 2 يبقى 4 في اتجاه الواي. 2 ناقص 0 يبقى 2 في اتجاه الزد. واقدر اجيب منها اليونت فيكتور اقسم على المعيار واقدر اجيب المعيار تربيع. نفس الكلام هنا الار 4 بي الفيكتور من نقطه 4 للنقطه اللي انا واقف عندها النهايه ناقص البدايه. 2 ناقص 2 يبقى 0 في اتجاه الاكس. 2 ناقص ناقص 2 يبقى 4 في اتجاه الواي. 2 ناقص 0 يبقى 2 في اتجاه الزد. اقدر في الاخر الاي توتال عند النقطه دي الاي اللي نتيجه الشحنه الاوليه زائد الثانيه زائد الثالثه زائد الرابعه هيطلع كله فول ايه؟ فولت على المتر. الكلام ده واضح يا اخوانا؟ خلينا بس فاهمين الكلام ده. اوكي. في دقيقه واحده بس اقول حاجه هي اتقالت في السكشن بس عشان ايه؟ خلصت الحته دي. بص يا هندسه اللي انا قلته النهارده كله ده انا كنت بشتغل على بوينت تشارج في شحنه اهي وانا بديك قيمتها بكام تمام وبتعوض فيها قلنا المجال عباره عن كيو 1 على 4 باي ايبسلون نود ار تربيع في اليونت فيكتور ده تمام طب انا بديك دي قيمه على طول الموضوع ما فيهوش اي مشكله طب لو جيت بقى قلت لك ايه في فوليوم اتشارج يعني ايه حضرتك رحت جاي كده قلت لك في حجم كبير قوي كده والشحنه فيه متوسعه تمام وما تفكش نقطه واحده والشحنه دي كلها على بعض كده هتعمل ايه مجال يبقى انا المفروض دي مش هروح معوض فيه انا دلوقتي هديك حاجه اسمها رو في اللي هي الشحنه كولوم على حجم دي وحدتها والمفروض تضرب فين؟ في الحجم عشان تضرب دي في دي كده تجيب الايه؟ الشحنه الشحنه على الحجم في الحجم طب بص بقى زي ما اتقال معاك في السكشن ممكن الحجم ما يبقاش رقم مش هقول لك الحجم بتاعك مثلا 2 سم مكعب الكلام ده كله لا انا هديك الحته دي داله في الاكس والواي والزد والمفروض هيبقى فيه حدود تكامل الاكس من كام لكام الواي من كام لكام الزد من كام لكام ودي هتبقى دي اكس دي واي دي زد عشان نتفق مع بعض دي اسهل حاجه ممكن اعملها مش هجيب لك اسفيريكال ولا كارتيز اللي انت هناك هتروح تلاقي ار في دي سيتا في ساين سيتا في كوساين هتلاقي في حاجه غريبه جدا هتحصل انا مش جاي اختبرك في رياضه يعني انا مش هاممني رياضه تمام ان مش عارف يطلع كوزاين 2 الزاويه ومش عارف 2 ساين كوزاين على ايه كده تطلع ساين 2 الزاويه او كوزاين مش عايز كده تمام انا في حاجات عايز افهم الكونسبت نفسه انت هتعرف تعمله ولا لا فلو جت هيتقال لك مساله واثنين في السكشن هيبقى مساله ايه بص يا جماعه حاجه داله في الاكس والواي انت هتعمل ايه هندسه الكلام ده كان في رياضه مش عارف مثلا 3 اكس تربيع واي اس 4 كذا هتكملها بالنسبه للدي اكس ما بتكامل تزود على اس 1 لو في حاجة معينة عايزين نجيبها في امتحان هتتقال لك في السكشن. يعني مثلا لو انا هجيب مثلا حاجة في اللين اللي هي تكاملها لين مش عارف واحد على اكس تكامله لين فهتكون متقالة لك في السكشن وموجودة في الشيء مش هتخش تلاقي حاجة في رياضة ما بسألكش في رياضة ومش عايز ادخلك في سفيريكال وسلندريكال زي ما بقول لك هتلاقي فيه ار وار تربيع وكوزاين سيتا وكوزاين فاي وساين كذا هتلاقي فيه كلام كتير قوي انا مش عايز اخش في رياضة انا هلم الكونسبت نفسه اللي هو ايه؟ ان انا لو اديتك هنا دي جلة واديتك الحدود دي هتعرف تكمل في الاخر هتيجي تقول لي ايه؟ هتجيب لي كيو كام؟ كله الكيو دي اللي انت ممكن تاخدها بعد كده وتشتغل بيها قلت لك روحات للمجال روحات لكذا روحات لكذا تمام؟ دوت اللي انت بتتكلم في فوليوم تشارج لو جت هتيجي بس كارتيزي واحنا ليه الناس في السكشن كده وهم حتى ابتدوا يقولوا نفس الكلام في السكشن هو بس يبقى كارتيزي لا سفيريكال ولا اللي جاي بقى المره الجايه الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني هيبقى اللي هو لو في لاين تشارج هنقول لي اثبات بس في الاخر انا همين اللي انت تعرف تحل المساله ولو في سيرفيس او في حاجه تمام الناس تذاكر بس وان شاء الله نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله